قمعت الشرطة مئات المتظاهرين الإسرائيليين الذين أغلقوا شارع إيالون الحيوي وسط تل أبيب خلال احتجاجات للمطالبة بإقالة حكومة بنيامين نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة وإبرام صفقة لتبادل الأسرى. استخدمت الشرطة الإسرائيلية خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين واعتقلت عددا منهم بتهمة إثارة الشغب من جراء مشاركتهم بإغلاق شارع إيالون وفق صحيفة يدعوت أحرنوت. وعلى الصعيد ذاته منعت الشرطة الإسرائيلية تنظيم تظاهرة قبالة مقر وزارة الأمن في منطقة الكريات وسط تل أبيب بحجة أنها غير قانونية، واعتقلت عددا من المتظاهرين الذين رفضوا الانصياع لأوامرها بعدم التظاهر أمام مقر وزارة الأمن.